على المحبة والخير والصحة، نلقاكم دائما مشاهدينا مشاهدي تريتي العربية في كل مكان. أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل الصحة. مشاهدينا، اليوم سوف نتناول موضوعين جدا عميقين ويعتبروا من الأمراض الخطيرة، وهي الطفيليات المعوية. هذا موضوع حلقتنا في القسم الأول. قد تتشكل الطفيليات المعوية عند الإنسان نتيجة تلوث الماء أو الهواء أو الطعام، لكن كيف تتشكل وما هي طرق علاجها؟ هذا هو موضوع حلقتنا الأول. أيضا في قسمنا الآخر سوف نتحدث عن التشنج المفاجئ للعضلات، عضلات الأرجل والأيدي على الأكثر. تابعونا، ففي جعبتنا الكثير. إن الديدان الطفيلية تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق الماء الملوث أو اللحم الني أو الحيوانات المصابة بالمرض، وحتى من الهواء الطلق. وليست هناك أعراض لمعظم الأمراض التي تتسبب فيها الديدان الطفيلية، إنما بعض الديدان الطفيلية تكون السبب الرئيسي في سوء التغذية والاستفراغ والإسهال وألم البطن وبخور الفم وسيلان اللعاب. كيف نتخلص من الديدان الطفيلية؟ وما هي الأمراض التي تتسبب فيها؟ كيف تسري الديدان الدبوسية إلى الأطفال في فترة الدراسة؟ وما هي أعراضها؟ ما هي الفحوص التي يتم إجراؤها لتشخيص هذا المرض؟ كيف يجب أن تكون تغذية المرضى في فترة معالجة الديدان الطفيلية؟ ما هي التدابير التي يجب اتخاذها ضد الديدان؟ إجابات هذه الأسئلة كلها بعد قليل في برنامجكم دليل الصحة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الطفيليات المعوية، أنواعها وكيف تتشكل وما هي طرق علاجها. لنتحدث أكثر عن الطفيليات، معنا في الاستوديو الدكتورة ديليك أرمان، وهي أخصائية في علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. الطفيليات المعوية هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم دكتورة ديليك. حدثيني، يعني ما هي الطفيليات المعوية وكيف تتشكل؟ الطفيليات المعوية، يجب علينا أن نسأل قبل كل شيء أن هناك العديد من الفيروسات والميكروبات تؤثر في الإنسان، وعندما نراها بأعيننا نتأكد أنها فيروسات، والفيروسات هي عبارة عن موجودات في جسمنا تتفاعل مع الجسم. الأكثرية منها تأتي إلى الجسم عن طريق الفم، وهي عبارة عن ديدان صغيرة جدا، وتتوصل إلى الأمعاء وتعيش مع الإنسان في الأمعاء وتتغذى على أكل الإنسان بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تعطي الضرر للإنسان. يعني هل أريد أن أتأكد منك مرة أخرى، أنت ذكرت أنه هي موجودة أساسا في أساس الجسم، لكن قد تتفاعل وتنمو بشكل أكبر. نعم بشكل عام، لن أقول بشكل عام، ولكن قسم من هذه الديدان مع أطفالها موجودة في الجسم، وبعضها على شكل تكون في بيوض وتأخذ مكان في الجسم وتكبر ويكبر حجمها وتعيش في حياتها في الأمعاء. طب هل تناول السلامي والسجق واللحوم النية قد تكون سبب في تشكل الطفيليات المعوية؟ نعم، من الطبيعي ممكن ذلك، على الأخص بما يخص الدودة الوحيدة أو الدودة الشريطية. بعض هذه الفيروسات ممكن أن تطول إلى حد 10 أمتار في جسم الإنسان، وهي تأتي إلينا عن طريق لحوم الحيوانات وتتشكل بشكل أكياس، ونتيجة اللحوم النيئة التي نتناولها، وهذه الأكياس الموجودة المجهرية الموجودة في اللحوم تنفتح في الأمعاء في الجسم وتقبض على على الفتحة الأساسية لصمام الأمعاء وتستوعب جميع الطعام. الشخص دائما يشعر في الجوع وآلام في البطن، ومن وقت إلى آخر عندما ينام يسيل اللعاب من فمه، ومن وقت إلى آخر هناك يظهر على جلده انتفاخات بسيطة
وحكة بسيطة في الجسم على الجلد وحكة في الأنف. هذه هي أعراض هذه الدودة الشريحية وتستمر حوالي شهرين. وبعد شهرين من هذا هي الأعراض ممكن هذه الدودة الوحيدة نراها على شيخ القطع أثناء في البراز، ولكن هناك الكثير من الديدان الأخيرة ممكن يعني أن فينا نعتبر دكتورة ديليك أنه هذه بعض الأعراض من يعني الأعراض نتيجة وجود الديدان. هل هناك أعراض جدا خاصة وتظهر بشكل مفاجئ؟ كما قلت لكم منذ قليل هناك الكثير من الفيروسات تؤثر وممكن أن نراها في الأمعاء نتيجة سيلان اللعاب الفمنة ونتيجة الحكة الموجودة والانتفاخات الموجودة وحكة الأنف. آلام البطن موجودة نتيجة الدودة الوحيدة أو الدودة الشريطية، ولكن إذا نام الإنسان في فتحة الشرج أيضا نحس بحكة. هذه أهم أهم الأشياء التي تزعج الإنسان في حياته لأنها عبارة عن حكة هامة وجادة. وبعض الفيروسات الأخرى والديدان الأخرى لها أعراضها الخاصة، ولكن بشكل عام كلها موجودة في العمى على الأخص نتيجة استهلاك وتناول اللحوم النيئة كما قلت لكم منذ قليل. طب هل من الممكن رؤية هذه الطفيليات بالعين المجردة؟ قسم منها نعم نراها بالعين المجردة وقسم منها لا نراها بالعين المجردة. هناك الديدان الموجودة في أمعائنا ممكن أن نراها وهي تشبه التي نراها أثناء المطر في التراب، ونراها أيضا على شكل ديدان صغيرة في الأطفال على سبيل المثال. حاليا أنتم ما ترونه على الشاشة هي عبارة عن دودة الإسكاريس وهي لها أشكال معينة أخرى مختلفة، ولكن دودة الشرطية أو دودة الوحيدة كأنها قطعة من الورق لها حدود لها مقطوعة على شكل شريط شريط ومتقطعة ممكن أن نراها في البراز. ولكن نعود الآن هنا إلى موضوع الأطفال. إذا كان هذا النوع من الفضلات موجودة في البراز يجب مراجعة الطبيب، ولكن في البراز أيضا نرى البيضات. طب لهذه هل يعني ما هو الطول المتوقع دكتورة لهذه الطفيليات؟ ما هو الطول المتوقع لها؟ الطول تسألون عنه أنتم على ما أعتقد الطول يختلف من بخصوص الدودة العادية يمكن تكون صانية أو سنتي أو سنتين، ولكن الدودة الوحيدة يمكن تكون من متر إلى 10 أمتار. ولكن الفيروسات الديدان الأمعاء هي سنتي أو نصف متر، ومنهم إلى من سنتي إلى 5 سنتي، ويختلف الأبعاد هذه الديدان وأطوالها من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. ولكن العديد من الدودات الوحيدة والدودات الشريطية تانيا سوليوم هي وهي بعض منها أقصر من بعضها الآخر، وممكن أن نراها قطع صغيرة في البراز. وهناك أسماء مختلفة وأنواع مختلفة وتعريفها من الصعب جدا أن أطرحه لكم، ولكن هي نراها بصغيرة. طب هل دكتورة يعني هذه الطفيليات تتمركز فقط في الأمعاء أو ممكن أن تعيش في مناطق أخرى من الجسم؟ ممكن من الطبيعي بعض الفيروسات أو الديدان في الحقيقة تنتشر في الجسم عن ولو أنها داخلة عن طريق الفم، ولكنها تدور حول الرئتين وبعد ذلك تدخل مرة أخرى إلى الأمعاء. لذلك هذا موجود لدى كل الشخص. ممكن هناك بعض الناس يخرجون من أفهمهم وأن أنفهم الديدان أثناء الدورة الحياتية لهذه الديدان. هناك بعض الأعراض تؤثر على الرئتين وتؤثر على حياة الإنسان. وهناك أيضا هناك فيروسات وطفيلات أخرى ممكن أن تتركز في أنحاء أخرى من الجسم. ما هي المشاكل التي يمكن أن تسببها هذه الديدان إذا لم يتم معالجتها؟ الأهم في ذلك هو عدم الخلل في التغذية مما يؤدي إلى استهلاك بعض المواد التي نسك عن طريق الفم على الأخص الإنسيولوستوما. هي تؤثر هذه الطفيلات على الدم، فقر الدم يعني ممكن أن تمص الدم في جسمنا وتؤدي إلى فقر الدم. وبجانب ذلك هناك بعض الديدان الأخرى تؤثر على استهلاك B1 وB2 وتؤدي إلى نقص B1 و2 في الجسم. ومع ذلك في الأمعاء هناك انسدادات تحصل في الأمعاء
من جراء هذه الديدان. من الطبيعي هنا أن نتكلم عن بعض الأمراض الهامة الناتجة عن هذه الديدان والطفيليات، وكلها أنواع من عائلة أخرى ولها أنواع أخرى. وإذا رأينا إلى نظرنا إلى هذه الأمراض نرى أنه هناك خسارة مادية فادحة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال هناك الأميب، وهو عبارة عن خلية واحدة لا نراها بالعين المجردة، وهي 40 مليون شخص في العالم يموت من جراء هذه الديدان أو هذه الطفيليات حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، وهذا موجود في الدول الغير نامية. وهناك أنواع أخرى في من أنواع هذه الديدان والطفيليات لا تتوزع بشكل متساوي على جميع أنحاء العالم، موجودة في البلاد الفقيرة، وهي تتعلق بالناحية البيولوجية لهذا الشخص وتؤثر عليه بشكل سلبي ما ينتشر في المجتمع بشكل عام. سوف نكمل في هذا الموضوع دكتورة، لكن دعينا سويا ننتقل إلى هذا التقرير عن التمر. مشاهدينا، للتمر فوائد عديدة لكن أهمها أنه يقي من الأمراض السرطانية. لنشاهد هذا التقرير. التمر يأتي على رأس قائمة المغذيات الأكثر استهلاكاً في العالم، على الأخص في شبه الجزيرة العربية التي يعتقد فيها بأن التمر هو علاج لكثير من الأمراض، كما أن فاكهة تم ذكرها في العديد من نصوص الأحاديث الشريفة. التمر الذي يبلغ مستوى استهلاكه القمة في شهر رمضان له خاصة تجديد الدي إن آ في الجسم. التمر يبدي خصائص تختلف عن بعضها البعض وفقاً للمنطقة التي هو مزروع فيها، كما أن حجمها من الممكن أن يصل إلى حجم التفاحة. إن التمر الذي له خاصة تجعلنا لا نشعر بالجوع له خاصة أخرى، وهو أنه مضاد للتأكسد، يحتوي على السكر والبروتين والألياف و16 نوعاً من الزيوت المختلفة. وفاكهة التمر التي تحتوي على قدراً كبيراً من الفلور هو أيضاً غني بفيتامين سي وبي1 وبي2، وهو مصدر فيتامين آ. هذه الفاكهة التي أثبت المختصين بأنها تقوي الجهاز المناعي في الجسم هي عبارة عن مغذي يقلل أيضاً من خطورة الوقوع في الأمراض السرطانية، لأنها غنية بالسيلينيوم. أما الفواكه الأخرى تفقد خواصها المضادة للتأكسد عند تركها لفترة معينة، ولكن التمر يزيد من خاصته في أن يكون مضاداً للتأكسد مع مرور الزمن. هذه الفاكهة التي يعتقد بأنها مفيدة لمرضى السكري وضغط الدم العالي تستخدم لهذا الغرض في شبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور، وتحتوي في داخلها على كل من فيتامين B1 وB2 المهمان جداً للكبد. الأبحاث التي جرت على هذه الفاكهة الصغيرة التي لا يمكن حصرها أو تعداد فوائدها تم تثبيت كونها مغذياً مفيداً جداً للجهاز الهضمي. ما زلنا مشاهدينا مع الدكتورة ديليك أرمان نتحدث عن الطفيليات المعوية. دكتورة، يعني هناك بعض الأشخاص يأكلون كثيرا ولا ينصحون، فهل تتسبب الطفيليات المعوية في أكل الطعام وفقدان وزنهم؟ من وقت إلى آخر إذا كان هذا الشخص لديه مثل هذه الشكايات يجب التدقيق في ذلك والفحص، ويجب النظر إلى الميتابوليزم الاستقلاب في جسمه. ممكن هذا يكون نتيجة لأن بعض الناس في الحقيقة يأكلون بالرغم من أكلهم لا يكسبون الوزن، وبعضهم يشربون الماء وتفيدهم في تنحيف نفسهم. هذا الأمر له علاقة بالغدة الدرقية وإفرازاتها التي تحدث في الجسم ونشاطها وحياتها الوظيفية، وهي عبارة عن دورة موجودة في الجسم بشكل عام. ولكن بعض الأشخاص على الأخص الذين يأتون لدينا بشكايات وخاصة في مرحلة الطفولة، الذين لديهم تأخر في النمو وعدم القدرة على التغذية بشكل جيد، يجب علينا البحث وفحص الأمعاء. وقتها يعني تلجؤون إلى الفحوصات. إذن ما هي الفحوصات التي تقومون بها للكشف عن الطفيليات المعوية؟ المهم بذلك نحن نقوم بالتدقيق في البراز، لأن هي عبارة تعطينا الإشارات كثيرة جدا. نجد البيضات هذه الديدان والطفيليات،
ونقوم نحن في المعاينة العيادية والمخبرية وعلى الخاص في حالة المعاينة السريرية، ننظر إليها ونفحص بعد ذلك مدى تأثير هذه النتائج التي بين يدينا التي تردنا من الناحية المخبرية. عندما نفحص الطفيليات يجب أن نذهب إلى المخبر، وفي المخبر أيضا دعوني أتكلم عن المخابر. المخابر عندما تأتي هذه المواد نفحصها وحسب تأثيرها وحسب، ولدينا طرق خاصة في كشف ذلك، نقوم ب جعلها تسبح في الجسم وتخرج منه، أو نبيدها في جسمها في جسم الإنسان ونراها ونرى تراكم هذه البيضات على البراز والحصى. دكتورة، لكن دعينا نأخذ هذا الاتصال. معنا اتصال رانيا على ما أظن من إسطنبول. ألو، مرحبا. أهلا، أنا حابة أسأل سؤال للدكتورة إذا ممكن. تفضلي. طبعا صراحة أنا عم بيصير معي التهاب كتير في الأمعاء، وصرت رايح على الدكتور أكثر من مرة ودائما بيقول لي التهاب في الأمعاء. أنا حابة أعرف إنه هذا الالتهاب بيصير بس إنه من ماء ملوث أو خضرة غير مغسولة أو سبب تاني. التهاب الأمعاء من كم، يعني من كم شهر أو إمتى حسيتي بهذا الشيء ورحتي على الطبيب؟ يعني دكتوري مشي شهرين. مشي شهرين، وهل في يعني هل في أعراض معينة حسيتي فيها والدكتور أكد لك الالتهاب؟ بس بأمعائي، يعني بمعدتي، ما في محل ثاني. يعني بدك تعرفي انت هلا انه كيف ممكن تتعالج التهاب الامعاء او شو الاسباب؟ انه ممكن فيني كيف فيني اتعالج، وانه من شو بتصير هاي الالتهابات؟ يعني انه من ماء ملوث بالتحديد، او انه خضره غير مغسوله، او من شيء ثاني يعني. تمام، شكرا لاتصالك، اكيد رح نجاوبك، وعليك العافيه ان شاء الله. انا بتشكرك. شكرا. دكتورة ديليك المتصلة تقول أنه منذ شهرين ذهبت إلى الطبيب وفحصت أمعائها فكان لديها التهاب في الأمعاء، فهي تسأل لماذا يعني يحصل التهاب الأمعاء؟ هل بسبب الماء الملوثة أم خضرة ملوثة؟ ويعني كيف يمكن علاج التهاب الأمعاء؟ في الحقيقة من الصوت الذي أتانا عبر الهاتف هي سيدة، نعم هي سيدة شابة وهي منذ شهرين لديها إسهال وشكاية، يجب البحث وفحص ذلك. الإسهال الذي يستمر أكثر من شهرين أو شهرين هذا يؤدي ويفيد بأنه مرض من الديدان والطفيلات، ممكن يكون أميبيت، وهناك على الأخص مرض الجارديانا، وذلك نراه في المرارة لدى النساء في عام في الذين عمرهم من 25 إلى 35 سنة. التحليل البراز وفحصه يرينا الأمر، لأن هذا النوع من الإسهال يشتد من وقت إلى آخر، وممكن أن يكون هناك فيه دم وفيه لعاب وفيه مخاطيات. وعندما نذهب إلى التواليت ونحاول تنظيف البراز نرى مادة مخاطية ويرافقها القيء، هل هذا موجود أم لا؟ يجب علينا أن نوجه تفكيرنا حسب هذه المعطيات. وإذا كانت هذه السيدة شابة، إذا كانت فيها عدوى أو عدوى طفيليات يجب فحصها بشكل كامل، بشكل كامل على الأخص بفحص البراز، ويجب النظر إلى نتائج المخبرية. لذلك إذا اضطر المرء يجب علينا التنظير أيضا للنظر في داخل الأمعاء، وننظر حسب المنشد الذي نراه نضع تشخيص معين، ولدينا أساليب التشخيص في ذلك. ولكن بشكل عام هناك تيبركيلوز، يعني هي ذهبت أيضا يعني إلى الطبيب وأكد لها الالتهاب، أن هناك التهاب في الأمعاء، يعني تأكد لها الالتهاب، كيف يمكن علاج هذه الحالة؟ يمكن أن نقدم لها نصيحة معينة؟ شهرين من الإسهال الموجود هو بمضادات حيوية ممكن نعطيها، ولكن لا تجيب، وليس الأمر بسيط إلى هذه الدرجة، يجب وضع التشخيص الكامل. لذلك يجب فحص المستوى العالي وأخذ نسبة من الدم ونرى تعداد الدم. لذلك لا يمكن أن نعطي وصفة طبية لمرض يستمر منذ شهرين، ممكن أن يضر المريض. نعود إلى موضوعنا أيضا دكتورة، كنا نتحدث عن الفحوصات الذي يجب إجراءها للكشف عن الطفيليات. إذا يعني أريد أن أعود إلى الأعراض بعرض مهم جدا، يعني ذكرت أنه ممكن مشاهدة هذه الديدان بالعين المجردة من البراز، وهذا عرض يعني للذهاب إلى الطبيب، لكن هل هناك عرض يعني في حال لم ترى الديدان، هل هناك عرض معين يستدعي الذهاب إلى الطبيب والقيام بالفحوصات أو الشك بأن هناك طفيليات في الأمعاء؟ Dışkıda parazit görmek.
نرى هل نرى البراز أم لا؟ عندما نراه أو لا نراه هذه ليست أعراض أو موجود فيها أعراض. أمراض أو آلام البطن ممكن أن تكون نتائج البراز دالة عليها. الحكة الموجودة في الجسم والانتفاخات الطفيل هي إشارة للطفيليات، ولكن في التشخيص الأساسي لذلك وعندما ننام في الليل الحكة في فتحة الشرج هذا نتيجة الأنسيولوستوما، وهذا ممكن أن نراه في التنظير في الميكروسكوب. ولكن بشكل عام جميع الطفيليات المعوية لا نستطيع أن نشاهدها بمنعرض واحد ولا يمكن ذلك. تمام. طب كم نوع من الطفيليات المعوية؟ أكثر الأنواع شيوعاً، كم نوع موجود؟ من ناحية الطبية إذا نظرنا إلى الأمر نرى هناك تصنيف معين لذلك، وهذا الموضوع ليست تهم العامة، لذلك نقول الدودة الوحيدة أو الدودة الشريطية هي بشكل مسطح أو عن طريق أو على شكل شريط، وهي أيضا تنقسم إلى 5 أقسام داخل نفسها. وهناك من النوع الديدان لها نوعين أيضا، وهناك الإنسولوستوما لها 3 أنواع أيضا من الديدان. وما عدا ذلك هناك بعض الطفيليات لا نراها بالعين، نجعلها بشكل منفصل. هذه الأنواع كثيرة ومختلفة، ولكن الأكثر الذي نراه في البراز هو على الأخص الديدان التي على شكل شريط. حدثيني عن هذا النوع، يعني ديدان الشعر المنتشرة أكثر بين الأطفال وخصوصا في المرحلة الابتدائية، حدثيني عن هذه الديدان ويعني لماذا تنتشر في هذه المرحلة بين الأطفال؟ الأسباب الأساسية لديدان الشعر هي تنتقل من إنسان إلى إنسان، لذلك داخل العائلة الواحدة ممكن أن تنتشر جدا هذه الديدان، وبشكل مريح تعطي بعض العدوى، وهي تقوم بجعل حياة جديدة، دورة حياتية من نفسها، وعبارة عن بيوت صغيرة نستهلكها عن طريق الفم، وتدخل من هذه الدورة الحياتية لهذه الدودة وتعيش في الجسم. والذين يحضرون الطعام في البيت ممكن أن تنتقل إلينا هذه الديدان عن طريق أيديهم، عن طريق المأكولات كلها من هؤلاء الأشخاص الذين يحضرون الطعام، وتنتشر داخل العائلة وبشكل حاد جدا. وأهم مشاكلها هي أكثر من انتشارها في العائلة أنه في التداوي أصدقاؤنا الأطباء لا ينتبهون لهذه النقطة، بأن هذه دورة الحياة لهذه الديدان لها تنشئ نفسها بنفسها ولا نستطيع التغلب عليها، لذلك يجب تكرار العلاج والتداوي مرة أخرى. عندما نبتدئ في شخص واحد في هذه العائلة ونعالجه هذا لا يكفي، إذا كانت موجودة في أحد أفراد العائلة يجب إخضاع هذه العائلة كلها للعلاج مرة أخرى وعدة مرات، لذلك انتشار هذا المرض مهم جدا، لا يكتفي له علاج واحد وهو ينتشر، لذلك يجب تنظيفه بشكل جيد مع علاج جميل جدا جيد. أنا الوقت داهمني دكتورة، حديث كان ممتع ومفيد جدا، أريد أن أشكرك الدكتورة ديليك أرمان الأخصائية في الأحياء في علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعوية، شكرا على حضورك وهذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. أنا أشكركم جدا لأنكم اتطرقتم لهذا الموضوع شكراً الهام جدا. شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، سوف نستقبل بعد قليل الدكتور أوميد وهو معالج فيزيائي، سوف يحدثنا عن التشنجات العضلية، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير عن فوائد الجوز. التشنجات المتسببة بالآلام الشديدة التي تجعل غالبيتنا نستيقظ من فراشنا صباحاً هي في الأصل ناتجة عن تعبنا اليومي ولا تحمل أي مخاطر على حياتنا، فالتشنجات العضلية التي يحصل برفقتها آلام نتيجة التقلص اللا إرادي في العضلات ما زالت أسبابها القطعية غير معروفة. في دليل الصحة لهذا اليوم، ما هي أسباب التشنجات التي من الممكن أن تشكل خطراً عندما تحدث بكثرة ولمدة طويلة؟ ما هي أعراض التشنجات؟ ماذا يجب علينا أن نقوم به عندما يحصل التشنج العضلي في أرجلنا؟ كيف يزول هذا التشنج؟
ما هي الأمراض التي يشير لها التشنج إذا تعرضنا له بكثرة؟ ما هي أسباب التشنجات التي تحصل ليلاً؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها في برنامج دليل الصحة بعد قليل. سيكون من المنطقي اختيار الجوز عند إعطائنا الفرصة لاختيار نوع واحد من المكسرات، ليس فقط من أجل طعمه الطيب. في كثير من الدراسات التي جرت تبين أن الجوز له مكانة متميزة بين المكسرات. حسناً، ما هو الشيء الذي يجعل الجوز على قدر هذه الأهمية بين منافسيه؟ ثلثي الجوز عبارة عن زيوت، ولكن لا يجب داعي للخوف. ثلثي الجوز عبارة عن زيوت ولكن لا يجب داعي للخوف، لأن الزيوت الموجودة في الجوز هي زيت من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومفيد للصحة. ويوجد في كل 100 غرام من الجوز 15 غرام من البروتين و3 غرامات من السكر، وفي كل 100 غرام من الجوز المليء بالقيم الغذائية والتي يعتبر مستودعا للطاقة يوجد 654 سعرة حرارية، وهذه الكمية تشكل تقريبا ثلث حاجة الإنسان اليومية للسعرات الحرارية. بالإضافة إلى أنه في كل 100 غرام من الجوز يوجد 7 غرامات من الألياف، ويحتوي الجوز على الألياف التي لا تذوب في الماء، لذلك يزيد من حركة الأمعاء، أي أنه مفيد للإمساك. وفي دراسات أجريت قبل عدة سنوات تبين أن الجوز الذي أكثر من نصفه يحتوي على الدهون يوجد له تأثير على تنحيف الجسم. الجوز الذي يلفت انتباهنا لشكله الذي يشبه الدماغ يدعم عمل آلية الدماغ. والجوز الذي يحتوي بداخله على البيوتين المعروف بأنه فيتامين الجمال يقوي الأظافر والشعر ويغذي الجلد. الجوز الذي يحتوي على مضادات الأكسدة العالية مفيد للأمراض القلبية والمشاكل المتعددة التي تظهر مع الشيخوخة. يمنع أو يقلل من مرض السكري وضغط الدم العالي والاكتئاب السريري ومثل ذلك من الأمراض الأخرى، ويخفض من مستوى الكوليسترول في الدم. واتفق المختصين على أن تناول من 3 إلى 5 جوزات في اليوم يفيد لإزالة عدم الانتظام في النوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. مشاهدينا، هل استفقتم من النوم فجأة بتشنج عضلي في عضلة الساق، أو مثلا عندما كنتم تسبحون أصبح لديكم تشنج؟ هل سألتم نفسكم لماذا هذا التشنج؟ هل هو ناتج عن حركة خاطئة أم نقص في أحد الفيتامينات؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا الدكتور أميد دينجر، وهو أخصائي في المعالجة الفيزيائية. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم دكتور. لماذا تصبح عضلاتنا قاسية أحيانا؟ نعم، في الحقيقة التشنج وتصلب العضلات تختلف عن بعضها البعض، أريد أن أوضحها لكم. التشنج هو أن العضلات تؤلمنا بشكل غير إرادي، بشكل آلم مؤلم تتقلص على نفسها، ولكن عندما تصبح قاسية هي عندما نبذل جهد معين. هناك لاكتيك أسيد يتراكم في هذه العضلات يؤدي إلى تقلصها بسيط، ولكن ليست مؤلمة جدا. ولكن التشنج هو عبارة عن تقلص العضلة بشكل لا إرادي يرافقه الكثير من الآلام، وهي تقلص غير إرادي. إذن تراكم لاكتيك أسيد في هذه العضلات يؤدي إلى هذا التشنج، لكن ما هو السبب؟ يعني لماذا تتراكم هذه المادة؟ هل هو سبب عضلي، حركة خاطئة؟ هل هو نقص في أحد الفيتامينات؟ التشنج أحد أسبابها الهامة هي أن الغضروف الذي يصل هذه بالعظام هو عبارة عن رضة معينة أو صدمة معينة. استخدام العضلة بشكل مفرط يؤدي إلى التشنج أيضا، بالإضافة لأنكم هناك عندما تكونون بدون وعي تفرطون في استخدام هذه المفاصل، هذا يؤدي إلى تضرر الغضاريف الموجودة وتؤدي إلى التشنج. ولكن ليست هذه الأسباب الوحيدة، يوجد هناك العديد من الأسباب الأخرى. هنا التشنج العضلي
هو سبب ضغط على الأعصاب، هو السبب الأساسي، ويرافقها أيضا من الناحية من الدماغ، من المركز الأساسي لتوجيه الجسم، وفي من العمود الفقري هناك ضغط أيضا على الأعصاب يؤدي إلى تقلص، وكأنها عبارة عن كابلات بين العمود الفقري وهذه العضلات. في أي نقطة منها شعور أي صدمة أو خلل يؤدي إلى التشنج في الجسم. ما عدا ذلك هناك الأسباب، أحد الأسباب المهمة كثيرا من أجل التي تحضر التشنج، هناك بعض الإلكترودات الأقطاب الموجودة والتغيرات الموجودة في الجسم الحاصلة، وأهمها على الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. إذا النقص في الكالسيوم في المغنيسيوم أو الصوديوم، نعم نعم، قد يؤدي بالإضافة إلى البوتاسيوم، لأنه يسرع ويجعل العضلات تشتغل بشكل طبيعي، وهو أحد أهم العناصر. وهناك أيضا الارتباط ببعض الأمراض أو بذل جهد كثير أو القيء بشكل كثير أو تعرض للشمس بشكل كثير. إذا تعرق الإنسان وفقد الكثير من حرارته، يوجد هناك تشنج في الجسم ممكن أن نراه. هناك بعض الأمراض الوظيفية في الجسم، الحوامل أيضا، هذه أمراض فيزيولوجية تحصل للإنسان تؤدي إلى التشنج أيضا لدى النساء. دكتور، لماذا تحدث يعني على الأكثر في الأرجل والأيدي أيضا، لكن في الأرجل يعني، وأحيانا يعني عندما يكون الإنسان نائم يعني وهو في قمة الاسترخاء قد يعني يستفيق على تشنج جدا شديد في الأرجل؟ نعم، من الطبيعي كما قلت لكم منذ قليل، الأيدي والأرجل والقدم وعضلاتها هي الأكثر استخداما من قبل الجسم، وهي تقوم بمساعدة حركة الدم ودورة المياه في الجسم ونقل الدماء إلى الأعضاء الأخرى من الجسم، إلى القلب، إلى الدماغ. لذلك يظهر أمامنا أمرين، أحدهم هو الاستخدام المفرط، والأمر الآخر هو عدم كفاية الدورة الدموية لدعم هذه العضلات التي ينتج عنها التشنج. وأحد الأسئلة الشائعة نرى أن هناك في عظمة الفخذ تشنج، و 95 من الناس يتعرضون لذلك أثناء حياتهم. سببها اثنين، الأول منهما مع النوم، أثناء النوم هذه العضلة لا نستخدمها، وهناك كمية الدم التي يتم وصولها إلى هذه العضلة، أو وضعية الأرجل أو الساق عند النوم يحدث تقلص معين، مع البرد أيضا إذا رافقها البرد مؤدي إلى حصول التشنج أثناء النوم. في الساعات الأولية من الصباح أو مع منتصف الليل نواجه هذه الحالات، وهذا عبارة عن أمر فيزيولوجي يحضرها الجسم أو الوقوف لفترة طويلة في الماء. أيضا من التشنجات الشائعة أثناء السباحة، يعني كثيرا ما تحدث معنا أثناء السباحة تشنج في عضلة القدم يعني أو بطة الرجل كما تسمى في العامية، فلماذا تتشكل وتحدث في هذا الشكل؟ كما قلت لكم ضمن هذا النطاق الذي رسمته منذ قليل، السباحة هي عبارة عن إجراء. ماذا نقوم به؟ بالإجراء نقوم في استخدام عضلات الساق وعضلات الفخذ. بشكل عام نحن نسبح في وسط بارد، لذلك هذا عبارة عن منبه للتشنج. السباحة بشكل الطبيعي هي عبارة عن رياضة تصرف فيها الجهد الكثير والمستمر بحركات معينة، اللاكتيك أسيد والدورة الدموية تقل في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المياه الباردة، هذا نراه لأن نسبح في البحر البارد ليؤدي ذلك إلى التشنج. دكتور، ماذا عن نقص الماء في الجسم؟ هل يعتبر من أحد يعني المسببات في التقلص والتشنج؟
أحد أسباب الأمراض التي تسبب في التشنج بحسن، ولكن أحد الأسباب الأساسية هو الإفراط في استخدام هذه الغضاريف وهذه الروابط وهذه العضلات. ومع ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تحضر لذلك هو النقص في الإلكترويد، الأقطاب الكهربائية والتفاعل الكهربائي والنبهات الكهربائية. والأمراض العصبية أيضا تؤثر على وجود التشنج، تبدأ من الدماغ إلى العضلة التواصل هذا بين الدماغ والعضلة، فإن اخطأت منه يحصل انقطاع أو صدمة يؤدي إلى التشنج. نأتي الآن إلى العضلات والأعصاب التي تأتي إلى الساق ومخارجها، إذا كانت متأثرة يحصل هناك أو خسار أو خلل فيها، ممكن يؤدي إلى التشنج. التسكلس أيضا هو أحد هذه الأسباب، إذا كان هناك ضغط على الأعصاب في العمود الفقري هذا يؤدي إلى التشنج بشكل طبيعي. على الأخص بفتق أسفل الظهر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى التشنج في جميع أنحاء الجسم، عندما يقف على أرجله أو يجلس يحس بأن هناك تصدع أو تقلص أو تشنج في عضلات الساق. ومع ذلك كما قلت لكم وهذه عبارة عن فترة غير مرضية، هذا ليس مرض، ولكن أثناء الحمل ضربة الشمس هذا يؤدي إلى مراجعتنا مباشرة إلى حالة الإسعاف الطارئة إذا وقعنا في هذا الأمر، أو في حال فقد المياه من الجسم بشكل مفرط يؤدي أيضا إلى ذلك. والإفراط أيضا في استخدام العضلات وعدم الفشل والفشل الكلوي أيضا يؤدي إلى التشنج، وبعض الأمراض المزمنة في الجسم أيضا تتسبب في التشنج. وأحد الأهم من ذلك هو نقص فيتامين د، نقص فيتامين د أيضا، والكالسيوم وامتصاص الكالسيوم. هناك بعض الهرمونات المؤثرة في امتصاص الكالسيوم وأثناء امتصاص الكالسيوم في هذه الأسباب. لكن دعنا سويا ننتقل إلى هذا التقرير مشاهدينا. بعض الكتب، تقرير عن كتب وقصص يقرأها الأطفال للكلاب لعلاجها وتسكينها. أكثرية حيوانات الشوارع التي تعيش في حظائر الحيوانات تعاني من شروط الحياة التي لا تعرف رحمة. هذه الحيوانات الخجولة والشرسة والخائفة ليس بالأمر السهل إعادة ثقتها بنا من جديد. حالياً في أمريكا يتم تنظيم نشاط بإعادة تأهيل هذه الحيوانات، برنامج قراءة أصدقاء الحظائر. هذا البرنامج الذي يتم بقيادة أحد المنظمات الاجتماعية يخلق أشياء مميزة في حياة الأطفال ولدى الحيوانات. ضمن هذا البرنامج يأتي الأطفال الذين أعمارهم بين 6 و15 لزيارة هذه الحظائر ويقرؤون الكتب على هذه الكلاب المليئة بالإجهاد والخائفة والخجولة. هذا النشاط هو عبارة عن تمرين قراءة مهم لهؤلاء الأطفال الصغار، ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه الكلاب تبدأ بأن تهدأ وتتصرف بشكل لطيف ومحبوب. هذه الكلاب التي تزول مخاوفها يسهل الأمر عليها لتجد صاحباً لها. الأطفال الذين يراجعون للاشتراك في هذا البرنامج عبر الوسط الإلكتروني يشتركون في دورة لمدة 10 أيام يتم تعليمهم خلالها في هذا البرنامج كيف يستطيعون قراءة لغة جسد الحيوانات. بذلك يستطيع الأطفال تمييز حركة الكلاب وكشف هل هم قلقين أم لديهم إجهاد، ويشجع الأطفال هذا البرنامج على قراءة الكتب على الكلاب التي يجدونها بهذا الشكل في الحظائر. بفضل هذا البرنامج الكلاب ترتاح والأطفال يتعلمون كيف ينظر الحيوانات للحياة من وجهة نظر الحيوان. مشاهدينا ما زلنا مع الدكتور أميد دنجر الأخصائي في المعالجة الفيزيائية، نتحدث عن التشنجات والتقلصات التي تصيب عضلات الأرجل والأيدي. دكتور، ذكرت منذ قليل معلومة أنه يعني الأشخاص الذين لا يعني لديهم نقص في شرب الماء يعني ولا يشربون الماء كثيرا هم عرضة للتقلصات والتشنجات. إذن هل شرب الماء هو حل لهذه التقلصات؟ يعني الأشخاص الذين يشربون ماء بكثرة لا يتعرضون للتقلصات والتشنجات؟
ليس من الممكن أن نقوم بتعميم الأمر. إذا كان القصد من استهلاك الماء بشكل كثير المحافظة على توازن المياه في الجسم، هذا ليس التشن، ليس هو نوع نحله بشرب الماء بكثرة. إذا كانت هناك كمية الماء كافية في الجسم لكمال الدورة الفيزيولوجية في الجسم، كما فحص لكم في التنبيهات والأقطاب المنبهة الإلكترودية الموجودة في الجسم مهمة، ولكن ديهيدراسيون عندما يصل مستوى الماء إلى الحد الذي لا نرغب فيه في الجسم ويصبح الجسم بحاجة إلى الماء، نعم يحصل التشنج في الجسم، ويجب علينا في هذه الحالة استهلاك الماء وتناول الماء. ولكن دائما الهدف ليس استهلاك الماء أو تناول الماء. إذا كان هناك تنبيهات وأقطاب تنبيهية في الجسم مع وجود هذه المياه يؤدي إلى ضعف هذا التركيز في الجسم، يؤدي إلى التشنج إذا كان هناك نقص في الماء في الجسم. إذا كان يرافق ذلك التعرق المفرط والتقيؤ، وإذا كان هناك فقدان في المياه من الجسم يؤدي إلى قلة وانخفاض مستوى التنبيه في الجسم، ولكن لا يستطيع دائما الإنسان بسلك الماء أن يتخلص من التشنج. ذكرت أيضا دكتور أنه أحد يعني أهم الفيتامينات أو المعادن التي تسبب في هذه التشنجات هو نقص البوتاسيوم. إذن البوتاسيوم موجود في الموز، يعني هل تناول الموز يوميا يعتبر حل لهذه التقلصات؟ في الحقيقة كل يوم من الممكن أن نتناول موزة واحدة، ولكن من أجل منع التشنج هذا ليس كافي، لأن نقص البوتاسيوم الذي هو يتسبب في التشنج يجب علينا أن نتوجه إلى نطاق آخر للبحث فيه. ولأن إذا كان هناك ضعف أيضا في تنبيه العضلات من المركز من الدماغ أيضا يحصل التشنج، وهنا يجب علينا أن نستهلك المنتجات الحيوانية لاستهلاك البوتاسيوم، وأكل الموز أيضا هو مهم، وهذا خاطئ طبيعي بين الناس، لا يبعدنا عن التشنج، ولكن بسبب وجود البوتاسيوم فيه نستهلكه. إذا كان الموضوع نقص البوتاسيوم يجب علينا أن ننصح في الموز، ولكن ليس هذا السبب الوحيد. إذا كان نقص في الكالسيوم لا يمكن باستهلاك الموز أن نتخلص من هذا الأمر، يجب إعطاء بعض الأدوية لذلك. إذا كان لدينا نقص في الكالسيوم نحاول نتلافي ذلك عبر الأغذية من الحليب والمنتجات منتجات الحليب والجبنة القاسية والألبان والأجبان الأخرى. وإذا كان موضوع الدي فيتامين أو نقص في الهرمونيات الأخرى يؤدي إلى تشنج العضلات، ويجب علينا استهلاك المنتجات الحيوانية لكسب فيتامين دي للتخلص من التشنج. دكتور، عند حدوث التشنج ماذا يجب علينا أن نفعل؟ عندما يأتي التشنج الألم هو الذي يزعج الإنسان، الألم الشديد الذي يرافق التشنج، ويصبح حتى شكل القدم يعني نلاحظ عند التشنج حتى شكل الأصابع أو شكل القدم يعني يتغير وينضغط أكثر. نعم يتغير الشكل. التشنج عبارة عن عضلة تتقلص، لذلك الأصابع لديها عضلات تتحكم فيها. على سبيل المثال في هذه الأصابع لليد العضلات التي تشغلها إذا تعرضت للتشنج ممكن يظهر حركة معينة غير إرادية يتغير شكل اليد. هذا ما نعني من يكتبون كثيرا ومن يضغطون على القلم، الأطفال بالخاص عندما يكتبون سيحصل هناك تقلص غير إرادي وتشنج في اليد. وبالطرف الآخر هناك تقلص وتشنج عظمة الفخذ التي ناتجة عن عدم الاستخدام. في هذه الحالة بشكل ساكن جدا نحاول أن نشد العضلة اتجاه العكس الذي تشنجت فيه. إذا دخل تشنج أو تقلص في أيدينا يجب علينا بهذا الشكل أو الأرجل، يعني عندما تشنج يدنا بهذا الشكل يجب شدها بالاتجاه المعاكس. شدها نعم أصابع الأقدام نسحبها للطرف الذي يواجهنا،
ونوقف على أرجلنا ونضع يدينا على الجدار ونضغط عليه ونحاول أن ندفع الجدار. هذه الحالة تريح عضلة الفخذ وتشدها في الحالة العكسية المعاكسة لوضعها التي تشنجت فيه. وهناك أيضا طرق أخرى، لذلك في درج على ارتفاع درجة أو درجتين تقفز منها إلى الأرض، هذا يؤدي إلى ردة فعل عكسية لهذه العضلة وهذا التخلص الموجود وهذا التشنج كان يفيد له. ولكن إذا كان هذا التشنج بشكل مستمر عدة ثواني، أكثر من عدة ثواني وعدة دقائق، يجب علينا التوجه إلى الأدوية ونأخذ الأدوية المساعدة لذلك، لأننا نتكلم عن شيء مهم هنا. وهذا تطبيق المياه الحارة أو المياه الباردة مع المياه الحارة بالمساج ممكن نأخذ نتيجة جيدة من التشنج. ولكن كما قلت لكم، في إذا كان هذا عبر الفترة المعقولة التي نفكر فيها وهناك تغير في الشكل، يجب البحث عن أسباب وتداويه. دعني أخذ هذا الاتصال معنا. جمعة من إزمير. ألو. ألو، مرحبا. أهلا يا هلا، تفضل يا أخ جمعة. سؤالي في عندي يعني بالنسبة للتشنج، يعني في من جهة القلب، من جهة قلبي يعني هيك مثل الحس يعني التشنج، ومن نوع الظهر يعني من جهة القلب بتحس انه بتشنج بالعضلة، يعني بالعضلة المحيطة بالقلب، بكتفك، بإيدك، تماما، وبظهري بيصير هيك مثل بينمي الظهر يعني بظهرك، من يعني من طرف اليسار قصدك، من ناحية القلب. تمام. جمعة، جمعة هل تسمعني؟ أيوة. كم مرة عم تتكرر معك هذه الحالة؟ والله بتروح وترجع يعني. تمام، يعني تشنج في الظهر من ناحية القلب. بالضبط، ومن ناحية القلب مثل نغزة هيك يعني. نغزة، تمام. تمام، سلامتك يا جمعة، شكرا لاتصالك، أكيد رح نجاوبك. شكرا جمعة من إزمير. دكتور يقول بأنه يعني هو يعني مختلط الموضوع، يقول بأنه هناك نخزة في القلب، بعضا يشعر بنخزة معينة ثم يشعر بتشنج في الظهر في هذه المنطقة، منطقة اليسار يعني الجهة اليسرى في الظهر، تنميل وتشنج. فما هذه الحالة؟ هذا عبارة عن موضوع مختلط جدا جدا، دخوله في موضوع التشنج ليس موضوعا شائعا نواجهه، ممكن أن يكون لن يستطيع على تعريف حالته، وهذا لا نواجهه بشكل شائع. وأريد أن أجيبكم ما له علاقة في القلب والآلام التي نشعر فيها في الظهر التي لها علاقة عن تقلصات وتشنجات التي لها علاقة في القلب، هذه ممكن أن نشعر بأنها أو نقول بأنها نتيجة عن القلب. ولكن هذه الحالات والشكايات التي يأتي بها المرضى نرسلهم إلى العناية القلبية لنتأكد من وجود مرض في القلب أم لا، ما في عظمة الرشف في الظهر والعضلات التي حولها، التقلصات الحاصونية والتشنجات هي عبارة عن آلام قوية وممكن أن تكون ناتجة عن أمراض القلبية. لذلك هذا النوع من الناس يجب عليهم يكونوا منتبهين لهذا الموضوع، ويجب عليهم فحص قلبهم وأنها ممكن تكون تشنجات ناتجة عن. تمام دكتور، نرجع لموضوعنا، يعني الوقت يداهمني، أريد أن يعني أؤكد على موضوع كيفية التصرف عند التشنج لأنه جدا مهمة. هل يعني عندما يكون التشنج كبير مثلا يشمل القدم كلها مثلا، هل نحتاج إلى مساعدة شخص آخر؟ يعني هل بإمكاننا نحن أن نفك هذا التشنج، أن نتخلص من هذا التشنج؟ ويعني كم دقيقة التشنج يستمر، وكم دقيقة يعني يمكن أن نوقف هذا التشنج؟ بكم دقيقة؟ نعم، ممكن أن يكون نحتاج إلى ذلك. بعض التشنجات يجب إزالة الأسباب التي تتسبب بها، على سبيل المثال الناس العرب الذين يشاهدونها، أريد أن أعطيهم هناك سببا لذلك، أنك التعرض للحرارة بشكل مرتفع
هناك أعراض لذلك يؤدي إلى تشنجات هامة عند التعرض لفترة طويلة للحرارة، وهذه التشنجات لا تزول لديكم. هذا يشير إلى موضوع يشبهكم أخذ مساعدة أو التوجه إلى المستوصف من أجل المعينة. وما عدا ذلك، متى نستطيع الحصول على مساعدة عند التعرض للتشنج؟ إذا لم نستطع إلى حل هو لوحدنا، يجب أن نأخذ مساعدة من الآخرين. ما عدا ذلك، ما هي الحالات التي نأخذ فيها مساعدة إذا كان التشنج يستمر أكثر من عدة دقائق وترافقه بعض الأعراض الأخرى على سبيل المثال ضغط، ارتفاع الضغط أو خفقان القلب من وقت لآخر؟ هذا يعني نقص في البوتاسيوم. هذه كلها أعراض ممكن، يجب أخذ مساعدة محترفة في ذلك. تمام. دكتور، أنا أريد أن أشكرك الدكتور أوميد دينجر الأخصائي في المعالجة الفيزيائية. شكرا على هذه المعلومات القيمة، وفعلا موضوع جدا مهم، لأنه يعني كلنا أكيد مرقنا في هذا التشنج وجدا صعب، فشكرا على الإفادة. بلا شك، أنا أشكركم جدا. شكرا لك، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. شكرا لتفاعلكم واتصالاتكم، نحن بانتظار أسئلتكم دائما عبر الهاتف أو عبر صفحتنا على الفيسبوك دليل الصحة، لأن هدفنا هو أن نكون دليلكم في عالم الصحة والطب وللإجابة على أي استفسار. تفاعلوا معنا دائما وانتظرونا بمواضيع صحية وطبية جديدة. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة، انتظرونا يوم الأحد إن شاء الله ومواضيع طبية وصحية جديدة. إلى اللقاء مشاهدينا، في أمان الله.